انت من احلى طبعا الفنانات. ثانك يو. بس كل الناس دلوقتي بتعمل عمليات تجميل وبتظبط وبتصلح وخلاص ما بقاش تابو، يعني كل الناس بتحي عملنا وكده. صح. عملتي حاجه وندمتي عليها؟ انا ما عملت عمليات بوجه تجميل، بس اكيد بوتوكس هيدي نون ستوب، يعني كل 5 أشهر 6 أشهر كل الناس بتعمل بوتوكس وكذا، هيدا الشيء طبيعي. بس شيء عملته وابدا ما حبيته اني كبرت شفافي، يعني وحطيت شيء مواد دائمة. مواد دائمة، وكتير حاولت اني خفف، يعني صرت احسهم مش الي، مش بيشبهوا لي شخصيتي كتير. هذا الشيء الوحيد اللي حسيت عن جد رجعنا على الندم، هذا الشيء ندمت عليه. حاولت اني اشيل يعني، بس صعب لانه هيدا ممكن يخلي اثار، يعني بتحسي هون في اثار شوي انه شلت مطرح هيدا. بس هالشغله. بتخافي من الحسد؟ بعرف انه موجود، واكيد في دراسات بتقول انه موجود، بس انا ما كتير فكر فيه، لانه اذا بتركزي عليه يو اتراكتد، يعني بتجذبيه. كل ما تفكري بالشيء السلبي رح تجذبيه لإلك. وانا تعلمت منها هاي الغلطه بحياتي، اني ما افكر بالاشياء اللي بخاف منها، لانه كتير اشياء حياتي خفت منها، تقول ما بدي يصير معي هيك، ما بدي يصير معي هيك، ما بدي ويصير. قد ما ركزت على الموضوع. يعني ما بتركزيش على الحاجات السلبيه ابدا؟